بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم جميعا أينما كنتم حلقة جديدة من برنامج وصل صوتك صوت المواطن المبحوح هو صوت المواطن إلى المسؤول أينما كان حياكم الله في حلقة جديدة وفريق العمل في الاستديو وفي جاليري برنامج وصل صوتك أه وباء حمى النيل حمى النيل ولا حمى النيل أه اليوم معنا دكتور أيمن المقابلة مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الأردنية دكتور مساء الخير مساء النور يعتبر الله يعطيك العافية الله يحفظك يعني خلينا نعرف المشاهدين شو هذا الوباء اللي هو ان شاء الله ما يوصلنا اولا ولا يكون بالاردن انا قبل تحت الهواء او قبل الهواء قلت ما وصل الاردن لسه الحمد لله خلينا ان شاء الله نتحدث عن هذا المرض او هذا الوباء يعني مرض حمى النيل غربي النيل هو مرض فيروسي حاد نعم يعني اكتشف عام شو هو مرض من جديد اكتشف عام 1937 مم. كان يعني طبعا سجل سجلت اغلب دول العالم اصابات بهذا المرض يعني انتقل إلى جنوب أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول آسيا جنوب شرق آسيا يعني سجلت معظم الدول منه إصابات يكثر هو المرض وقت توارد وتكاثر البعوض طرق طرق الاصابه في الانتقال عن طريق لسعه البعوض المنزلي الكيوليكس للانسان بس تنقل يعني المرض لا ينتقل من انسان لانسان البعوض المنزلي بيقوم يعني هو مش معدي من إن انسان لانسان لا مش معدي لا هو يعني, لا. يعني هو يعني <applause> هو يعني البعوض الكيولكس بتقوم يعني بالتغذي على طيب بعض الطيور النافقه المهاجره البريه المصابه بهذا المرض بعد ما تتغذى عليهم دمها على دم هذه الطيور بتقوم بلسع الانسان تنقل المرض <applause> انه ينتقل لانه يعني كان معنا بالاستوديو هون لا سمح الله يعني او كان معنا انسان مريض لا سمح الله ما بيقدر ينقل المرض الي والك طوالي دايركت بالتلامس لازم وجود البعوض الكيولكس البعوض المنزلي هون لهون اه لا حتى لو قرصت الانسان المصاب وجدت تقرصك انت ما بنقول المرض لازم انه يكون طريقه النقل عن طريق تقرص الطير المصاب او تتغذى على ذنب الطير المصاب بعدين تقوم بلسع الانسان وتنقل له المرض هذه الطريقه. طبعا يعني احنا بالاردن يعني لحتى يعني الحمد لله حتى هذه اللحظه لم يسجل اي حاله حتى يعني حاب اعطي معلومه يعني حتى حالات مشتبهه بالمرض لم يسجل حتى حالات مشتبهه احنا بنقوم ب يعني بدي ادخل انا بالديتيلز يعني بالتفاصيل احنا عندنا برنامج موجود بالاردن من زمان اسمه رصد الحميات. رصد نشاط للحميات في مناطق مختاره باربع مناطق موجود. الاربع مناطق هاي موجود فيها مستشفى نديم مادبة مستشفى الكرك الحكومي مستشفى معاذ بن جبل بالأغوار ومستشفى الملك المؤسس بالشمال مناطق مختارة يعني تم اختيارها حسب انتشار وتوالد وتكاثر البعوض مناطق شفا غورية وغورية معروف ومن يعني في تعريف للحالة موجود عندنا من سنوات اسمه انه تعريف الحالة شو معناه المشتبهة اي شخص حطيناه كثير حساس عشان نمسك المرض نقدر نرصد المرض حطينا اي شخص يعاني من حراره غير مرورة السبب، غير معروفة السبب. بنسوي له هذا الفحص بهي المناطق. بنسوي عينات هسا بس سجلت أحد دول الجوار صاروا مسجلين 486 حالة وعدد الوفيات عندهم 33 وفاة حسب آخر تحديث ليوم أمس يعني دول, جو... دول الجوار مثل مين؟ أه... يعني أحد... عادي هو خبر مشان يعني أه... عند فلسطين المحتلة دول الك... الكيان الصهيوني أه... أه... ده... سجلوا عندهم 486 حالة أه... منهم 33 وفاه من 486 حاله طبعا كانت تسجيلات من قبل شهر 6 وزاره الصحه بالثلث الاخير من شهر 6 الماضي قامت بعده اجراءات بتوجيهات من معالي وزير الصحه الاستاذ الدكتور فراس الهواري واشراف عطوفه الامين العام للرعايه الصحيه الاوليه والاوبئه الدكتور رائد شبول بعده اجراءات على يعني خطه وضع خطه وبالتشاوريه طبعا مع لجنه الاوبئه ومع الجهات المعنيه الخطة كانت تتعدد عدة مراحل طبعا، اشرف عليها عطوفة الامين دكتور راد شبول، اللي هي طبعا بتوجيه معالي الوزير، خطة للوقاية المؤسسية من المرض، انه نساوي اكبر اجراءات نقي الاردن من تسجيل اصابات وتحدوث اصابات. يعني كيف الوقاية منها ما دام هي يعني, يعني اه في في شيء اسمه سوينا مع الجهات المعنية وقايات وقاية مؤسسية ووقاية فردية، الوقاية المؤسسية هي عبارة عن قمنا اول شيء غير غزه فيها الايش احنا وزاره الصحه وزاره الزراعه وزاره الاداره المحليه امانه عمان سلطه إقليم العقبه سلطه تقنيم البتراء الجمعيه الملكيه لحمايه البيئه وضع يعني وضعنا خطه احنا تشاركناها مع مع ضباط الارتباط وتواصلنا معهم وتكون استجابه لمكافحه الحشرات والنواقل عن طريق عده مراحل اول شيء الحشرات والنواقل والبعوض الموجود في الهواء الحشرات والنواقل والبعوض الموجود في المستنقعات المائيه الراكدة والمياه الراكدة في المناطق طبعا خصوصا ركزنا على المناطق الغوريه والشفه الغورية وكذلك قمنا اول شيء بوضع درس يعني بمراجعه الوضع الوبائي للمرض واخر تحديثات المرض وتعريف الحاله وقمنا بتعميمها على جميع الكوادر الصحيه الموجوده بالقطاع الحكومي العام والقطاع الخاص المستشفيات الخاصة والمؤسسات والخدمات الملكية الطبية والمستشفيات الجامعية عشان نوعي بالمرض الكوادرنا الصحية وقمنا طبعا عن طريق كل السبل المتاحة بتوعية المواطنين عن المرض عن طريق عن التواصل الاجتماعي موقع الوزارة فيسبوك طبعا فيسبوك صفحة الوزارة توعية قدر الإمكان بالمرض وعن طهي نطلع طلعنا معكم مع بعض القنوات إن نوعي بالمرض دكتور يعني البعوضة هاي نفسها يعني هي نوع واحد من البعوض ولا أنثى. اي بعوض لا هي كيولكس البعوضة البعوض المنزلي هي انثى بعوض الكيولكس وشرط هو البعوض طبعا متواجد بالاردن احنا متواجد خصوصا بكثره بالمناطق من الغوريه والشفا غوريه ومناطق الرطبه تجمع المياه والحاره موجود بالاردن سجلنا موجوده احنا حطينا مناطق رصد احنا قمنا بمكافحه البعوض مكافحه الحشرات والنواقل عن طريق زياده الرش الرشح الرش حكينا بالهواء بالفراغ الهواء والمستنقعات المائيه وكمان عرفنا تحديث الحاله وكمان قمنا بمتابعه يعني قامت الوزاره بالتوجيهات مع الوزير وعطوفه الدكتور راد شبول الامين العام بانه مع الجمعيه الملكيه الجمعيه الملكيه لحمايه البيئه بمعرفه مسار الطيور البريه والمهاجره اللي بتيجي للاردن عشان احنا قلنا انه الخازن الرئيسي للمرض هو الطيور فاحنا اذا قدرنا نساوي نرصد مكان تواجدها عشان نرفع الرصد ونساوي الرصد النشط بهي المناطق ونزيد عمليه المكافحه للبعوض وتكاثر البعوض وبهذه المناطق احنا نكون سوينا وقايه من المرض هسه احنا يعني للأمانة غير عن ذلك يعني قمنا بتعيين ضباط ارتباط يعني هسه عندنا اربع مناطق اذا مثلا اجى عليه مستشفى خاص بالمملكه مستشفى غير هاي اربع مناطق اي مستشفى اخر خاص اي مستشفى اخر يعني مش شرط يكون خاص قال انا عندي حاله مشتبهة فيه في ضباط ارتباط اثنين بياخذوا مننا العينه في كل مستشفى؟ لا تقريبا على يعني المملكه عملنا يعني. يعني هاي المشفى. اذا اشتبه مثلا اي مستشفى انه عنده حاله شخص مصاب بحمى النيل الغربي في عينه ضباط ارتباط وعطينا وزعنا وعملنا ارقام تليفوناتهم على جميع المستشفيات اذا انت شاكي يعني انه هذا المريض عندك شنو احنا بنساوي رصد مختار للحميات باربع مناطق اربع مستشفيات عدت لك اياهم يعني اذا هسه اي مستشفى اكس مثلا قال انا عندي خاص مش خاص اي قطاع قال انا عندي شاكي بحالي انه هذا مصاب حمى النيل الغربي بقوم طبعا بالتواصل ضابط الارتباط المستشفى بتواصل مع ضابط الارتباط اللي الاثنين بنقوم احنا بنقل العينه لمختبراتنا المركزيه التابعه لوزاره الصحه ونفحص العينات <applause> انا حاب اكد لك اليوم يعني احنا لم نسجل اي حاله لحتى هذه اللحظه ولو سجلنا يعني لو سجلنا يعني لو سمح الله طبعا لو سجلنا لو سمح الله يعني انا بعتبر انه كل دول العالم سجلت يعني بس احنا <applause> وظيفتنا <دكتور> هي, <applause> هي خطيره لهالدرجه يعني في خطوره هو, فيها هو مرض تسبب حالة هو غير حالة مقلق حالة؟ للصحه العامه هو مرض غير مقلق للصحه العامه هو اعراضه اللي بتيجي يعني يعني لو انه عندنا الاصابات اقسم لك اياها 80% بدون اعراض 20% بتيجي اعراض متوسطه اللي هي زي اعراض الزكام والحمى والصداع وانام المفاصل والعضلات والم... وال يعني اعراض هاي, عراض... هاي عراض اعراض المتوسطه هذا العش... انا قلت لك 80% بدون اعراض آه. العشرين ال 20% عندهم اعراض اللي هي الحمى والصداع واعراض الزكام وقلنا المفاصل والعضلات وممكن تضخم الغدد الليمفاويه يصير عند بعضهم. من ال 20% بيجي عندهم 1% اصابات شديده اللي هي الحاده اللي ممكن تسبب التهاب الدماغ السحايا. <applause> فيعني اي مرض معدي، اي مرض معدي اي مرض فيروسي معدي او اي مرض يعني ساري خلينا نحكي بالشرط انه يكون فيروسي في انه إن احنا في سرفايفل نسبه النجاه من المرض والعلاج وكذا وكذا هو من اقل الامراض يعني الموجوده المعديه انه في نسبه يعني حالات شاده واحد يعني حالات واحد آه شديده حاده 1% فهو يعني غير مقلق للصحه العامه الاماكن يعني شوف احنا بالاردن نسجل يعني عندنا حالات كثيره هسه الاماكن المتوطن فيها المرض زي افريقيا اغلب الاطباء بتعرف بناموا بالعراء والمناطق المكشوفة أغلب الأطفال بنصابهم هم أطفال بالمرض بيأخذوا مناعة مدى الحياة اللي بيصاب بالمرض يأخذ مناعة من المرض مدى الحياة مدى الحياة يأخذ مناعة كاملة من المرض هسا بس يعني أكبر الحالات الشديدة اللي قلت لك عنها الواحد بالمية هاي بتيجي عند الناس الأولد إيج الكبار السن يعني أغلب الدول المجاورة اللي حكيت أحد الدول المجاورة جميع الوفيات فوق عمر السبعين سنة اللي سجلت يعني الحالات الشديده الحاده اللي حكينا عنها التهاب الدماغ اللي بتيجي عندهم يعني ضعف بالمناعه عندهم امراض سرطانات امراض مناعيه اخرى يعني غير السرطانات مزمن مزمنة يعني وعمرهم كبير بالسن 70 سنه فما فوق يعني يعني اولد بس احنا بنحكي على الدوله المجاوره انه اغلب الوفيات كانت يعني من عمر 70 فوق يعني يؤدي الى الوفاه بس بنسبه يعني نسبه ضئيله جدا يعني مم. نسبة الوفاة المصابين 486 والوفاة 33 طب مم. انت هذول 486 هذول اللي اجوا عندهم اعراض، قديش منهم دون اعراض ال 80% اللي ما اجوا آه عندك عندك؟ و19% الاعراض بسيطة متوسطة ما تسجلوا، هذول الاعراض الشديدة اللي سجلوا منهم مم. صح؟ شديدة للمتوسطة خلينا نحكي فإحنا في عنا 80% البسيطة ما راجع المستشفى هاي الأعراض هاي هاي الحالات ال 486 اللي حكينا عنها بأحد دول الجوار هاي اللي راجعت المستشفى كانت تشكو من أعراض نعم وعندها أعراض حادة وشديدة فيعني في هو يعني شوف يعني بشكل عام هو غير مقلق للصحه العامه احنا كاجراءات المؤسسيه حكيت لك اياها دورنا المؤسسي كوزاره صحه احنا ضمن يعني ضمن مؤسسات عده بتشاركيه مع جميع المؤسسات المعنيه قمنا بكل يعني الطرق الوقايه حسب يعني المعايير الدوليه حسب الستاندرد العالمي والبروتوكولات العالميه انه كيف نقوم بدور الوقايه من المرض مكافحة البعوض، تتبع سير الطيور، التعريف بالمرض، توعية رفع التوعية عند الكوادر الصحية. متابعة آخر مسجدات المرض، مراجعة الوضع الوبائي بالأردن، مكافحة طبعًا البعوض والبعوض المنزلي بالماء والهواء، حكيت لك هذا الدور المؤسسي. هسه يعني بيجي في دور ثاني دور الوقاية على مستوى الفرد، يعني المجتمعي على مستوى الفرد نفسه، إحنا قلنا وعينا عن طريق مديرية التوعية والإعلام عندنا، يعني قامت يعني مديريه الامراض الساريه مشكوره عنا باداره الاوبئه يعني برفع تعريف المرض وشو يعني وكيف الوقايه من المرض لمديريه التوعيه والاعلام مديريه التوعيه والاعلام قامت يعني يعني بالتعميم على جميع الكوادر الصحيه حكيت لك يعني بجميع المؤسسات الحكومية والخاص والقطاع والخدمات الملكيه الطبيه والمستشفيات الجامعيه كذلك قمنا بوضع بروشورات ووسائل توعية للمواطنين على مستوى الفرد يعني انه اول شيء استخدام طردات من خلال الموقع ولا؟ بعض المراكز الصحيه خصوصا آه. من المناطق ذات الاختبار آه. العالي آه. اللي هي الشفا غوريه والغوريه هي, يعني هي يعني هاي المناطق الساخنه أو آه البقر يعني طبعا يعني في يعني شاشات عرض بتعرف المراكز الصحيه بيعرضوا يعني شغلات معينه رول بلاي بسموك يعني م. شغلات معينه آه تم التعميم آه على المواقع الفيسبوك يعني بعض المواقع اللي كل المواقع المتاحه لوزاره الصحه صفحات وزاره الصحه قامت يعني بنشر هذه يعني البروشورات التوعوية على هذه المناطق وشو الإجراءات يعني استخدام طاردات الناموس مثلا إيه لبس تغطية أكبر جزء ممكن من الجسم يعني شان أنه ما نخلي مكان للبعوض إنه يلدغ الجسم استخدام طاردات البعوض استخدام مثلا إذا أنت بتساوي تهوية بالبيت تفتح شبك بدرجات الحرارة المرتفعة أنك تستخدم شبك الحماية من البعوض اللي بدخل البعوض إيه التجفيف وردم المستنقعات المائيه حول المنزل عشان احنا قلنا يعني حراره و احواض رطبه من الماء او تجمعات مسطحات مائيه رطبه يعني قمنا ب يعني كثير شغلات اللي بتولد فيها الناموس وبتكاثر فيها الناموس النفايات مثلا موجودة حوالين المنزل والقريبة من المياه المستنقعات المائية تغطية الخزانات المياه من هاي طرق الوقاية يعني؟ الفردية هاي طرق فقاية يعني مجتمعية على مستوى الأسرة مش على مستوى المؤسسة وعينا كمان فيها للمناطق طبعا بكثر فيها البعض انت بتعرف كمان يعني نحكي يعني نحكي معلومه مهمه احنا هسا بنحكي عن انفايرمنت بيئه يعني الانفايرمنت ايفريثينج سراوندنج اس افكتنج افكتد باي اس يعني اي شيء محيط لنا بتأثر فينا ومتاثر فيه صحيح فالبيئه كبيره صعب انت تغطي مثلا رش او مكافحه للبعوض او انك انت نواقل ببيئه كبيره جدا فالعمل المجتمع المؤسسي المتشارك بين جميع المؤسسات احنا غطينا المناطق ذات الاختطار العالي وتكاثر البعوض اللي ممكن يجد فيها مثلا البعوض طبعا حسب دراسات مسبقه قامت فيها الوزاره وجهات معنيه او سودت فيها الوزاره قمنا يعني وزاره الزراعه كمان مشكوره قامت بتزويد بعض اللي يعني الدراسات قمنا يعني بتغطيه انه وجهنا يعني المؤسسات المعنيه كلها لتقوم بالتركيز الرش على هذه المناطق المناطق الشفغوريه ما انه كمان طبعا المدن الكبرى انه باقي الجهات انه تقوم بمكافحه على اكمل وجه بباقي يعني المناطق هسا انه انا يعني بدي احكي يعني معلومه مهمه جدا يعني المرض يعني هو غير مقلق للصحة العامة هاي أكد عليها ثاني مرة في نسبة وفاة في يعني نسبة الحالات الحادة للإصابة واحد في واحد حاد مم. من الإصابة ممكن يصير فيهم وفيات اللي هي بصير التهاب في طرق علاج قبل ما أقطع عليك دكتور طرق علاج مثلا واحد أنا صبت لا يوجد أي دولة بالعالم له علاج أو مطعوم لهذا المرض ما له إلا علاج السبورتيف ميديسين العلاجات المدعمة خافضات الحرارة المغذيات الوريدية يعني الشغلات المخففة من الآلام والحرارة والعلاجات داعمة سبورت لا يوجد له هذا المرض علاج يعني احنا بنقول باي دولة, دوله باي دوله بالعالم يوجد بس مش احنا تعرضنا بالاردن موجات كبيره كوليرا كورونا انفلونزا طيور جنون البقر هذا شبيه مثلا ولا يحتاج الى عزل؟ انا وصلت هذا هذا مثلا؟ آه لا, لا 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 اول شيء المريض ما يحتاج انا قلت لك لا يحتاج لعزل، لي ليش المريض لا يحتاج لعزل؟ لي لانه احنا شرط انه مريض المصاب اذا شرط توفر الناقل اللي هو البعوض المنزلي، يعني لو كان قاعد معه وصار تلامس وقح بوجهه وكذا ما بنقول للمرض لا 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 ينقل المرض، فشرط وجود انه البعوض الناقل للمرض اللي هو البعوض المنزلي الكيوليكس. اه اما انه انا اقول انه مثلا انه المريض انه يعني انه يعني اوصل لك المعلومه باختصار يعني احنا هسه قلنا انه المرض ينتقل بوجود الخازن الطير الطيور المهاجرة البرية البعوضه الناقل والانسان هاي سلسله العدوى اللي ممكن تيجي على هذا اذا احنا كافحنا شفنا تتبع مسار الطير المهاجره بالمملكه عن طريق لا يعني طيور مهاجره ولا طيور زي ممكن النافقة. البريه ممكن تنعد الطيور الداجنه كمان ممكن تنعد ممكن تنعد الطيور الداجنه كمان نعم طبعا بس هو المصدر الرئيسي له البريه والمهاجره والنافقه يعني, يعني النافقه السيطره عليهم صعب صح؟ يعني الطيور المهاجره وعلى البحوض نفسه البيئه كامل ككل يعني انت بتساوي اكبر قدر من يعني اكبر قدر يعني فيها صعوبه من فيها صعوبه وشوف هي يعني انا قلت لك نغطي بيئه كامله 100% صعب كبيئه كامله هواء طلقة تغطيه 100% صعب بس انت بتروح المناطق ذات الاختطار العالي يعني و... نقدر نقول الاغوار مثلا والمنطقه الحاميه آه يعني اخطر من العاصمه عمان أو طبعا ال... المناطق الشفا غوريه والغوريه اخطر والمناطق تجمع المياه خصوصا المستنقعات المائيه والراكده وليس الجاري هي اخذ من اخذ يعني طبعا المناطق اللي بسمها ذات الاختطار الممكن يوجد فيها يتولد فيها المرض بشرط وجود الطير المصاب اللي الذي سوف ينقل المرض عن طريق لسعة البعوض يعني للإنسان يعني العصل الطير المصاب يعني هذا المرض موجود بنفس الطير ولا بنفس الخازن الرئيسي للمرض هو الطيور ممكن تصاب الخيول ممكن تصاب الحيوانات زي الإنسان بس لا غير ناقل للإنسان يصيب هو إيش الطيور يعني ما دام هو لا خطر على حياة الإنسان منه بس يعني ليش هال أنا قلت أنا قلت هو غير مقلق مش, مش مقلق يعني <applause> غير مقلق, يعني ما بيخوف بصراحة يعني لما تقولي واحد بال بالمية خطورة وممكن يموت 1% تسمع لي ازيد شغله غير مطلق مقلق لم نتبلغ عن طريق وزاره الزراعه بتسجيل اي اصابه عند الحيوان يعني وزاره الصحه يعني مشكورين طبعا بيقوموا بفحص يعني سكرينينج للحيوانات اللي عندهم هذا وعندهم بعض الكتات يعني ابلغونا بالفتره الاخيره انه لم يسجل اي حاله لم ت... يعني بتري يعني لم نسجل لم نبلغ من قبل وزاره الزراعه بتسجيل اي حاله عند ال... من قبل وزاره الزراعه تسجيل اي حاله عند الحين. طيب ليه هذا الزخم الاعلامي اللي يعني بدا بي من شهر او اقل تقريبا عن هذا المرض الوباء هو الحالات المرتفعه بحد و... يعني الحالات هون ما عندنا ما سجلنا ولا حالة لا سجلنا بالعشرين عام 2020 لا السنة هاي لا هذا آه آه ما سجلنا لا حتى لهذه اللحظه اللي انا طالع معك فيها هو ما سجلنا ولا حالة ما سجلنا طبعا نعم في ناس زاروا يعني المستشفيات يعني حالات الاعراض حتى حالات فيها مشتبهه يعني احنا بنساوي حسب الرصد الحميات الرصد النشط اللي سويناه احنا زدنا عدد العينات عشان اذا يعني بالمناطق كمان ذات الاختطار العادي حاولنا يعني زدنا عدد العينات اللي بناخذها عشان نفحص بس انه اجى حاله مشتبهه عندنا من مراكزنا الاربعه مراكزنا الاربعه المعتمده اجت لا في بعض المستشفيات اتصلوا علينا وطلبوا منا الفحص بعض المستشفيات الخاصه مثلا الكرك اتصلوا علينا و قمنا ومستشفى هون خاص كمان بعمان، وقمنا بتوفير هذه العينات، اخذنا العينات منهم، قمنا عن طريق ضباط الارتباط بنقل هذه العينات لمختبراتنا وفحصها وتوجد خلوها يعني تبين خلوها من المرض نعم وقت كورونا دكتور اكيد انت يعني دكتور متمرس كان الناس يشككوا في روايه في كورونا روايه وزاره الصحه؟ لا روايه الروايه بالعالم كله بالعالم كله انه احنا يضحكوا علينا اعطونا المطعوم هذا ما في كورونا وكورونا. يعني هذا التشكيك بمرض واضح اجتاح العالم كله مرض كورونا كل العالم مم. صح؟ نعم بس بس لا يزال المواطن الاردني يشكك باي معلومه شوف يعني يعني, يعني هسه كورونا يعني سكرت العالم هسه يعني هسه بسموا كورونا نيولي دي يعني مرض جديد حديث يعني ب 2019 بتعرف كوفيد 19 هو سجل مرض حديث يعني كانت اول معلومات عنه ضئيله جدا كنا ناخذ مثلا سجل بالصين وسجل مثلا كانت اول دوله بلشت بالصين وتقارير تطلع من الصين بتعرف تقارير اوليه يعني مرض جديد يعني كانت يعني المعلومات بتعرف انت كانت ضئيله اما انت بتحكي هسه عن حمى النيل الغربي بتحكي عن مرض مكتشف من عنده 1937 طب ليش سموه النيل الغربي؟ عشان اكتشف باوغندا غربي النيل، منطقة هي اوغندا غرب النيل فسموا وسمي وسنا نايل فيفر بس، أنه شغل النيل منطقة دولة, دولة اسمها (ستيت) دولة اسمها (أوغندا) واخذ هذا الاسم هذا اخذ الاسم عالمي. وكان ينتشر طبعا بضف الدول الافريقيه لعام 1999 بعد هيك انتشر باقي دول العالم سجلت بالولايات المتحده الامريكيه وقلت لك جنوب اوروبا بعض دول جنوب اوروبا واحنا الشرق الاوسط وجنوب غرب اسيا سجل المرض سجلنا في يعني كثير من الدول سجل المرض دكتور لذيق وقتك بدنا رساله للمواطنين يعني هذا اللي انا بصراحه يعني من اسبوع او 10 ايام صرت اقرا من الفيسبوك انه وباء حمى النيل فانا بدي رساله للمواطن وهذا هذا المرض يخوف ما يخوف لانه وقتك صحيح انا تجاوزنا الوقت المقرر معك احنا احنا مبسوطين بس انت لانه عندك يعني مواعيد سيدي احنا يعني انا بدي اقول ارجع لك قصه الكوفيد 19 وكورونا انا بطلب من المواطنين كلهم ياخذوا المعلومه من الجهه الرسميه المخوله باعطاء هذه المعلومه طيب. كان وزاره الصحه مركز الوطني لمكافحه الاوبئه يعني الجهه المخصصه المخوله بالبلد تعطي المعلومه احنا يوم كورونا وزاره الصحه لم تعطي اي معلومه مظله كنا نعلن كل ارقام الاصابات مظبوط عدد عدد المطاعيم قديش عدد اعداد المطاعمين ضد كورونا. صحيح المعلومات جديش. كانت صحيح. لم يعني وزاره الصحه لم تعطي اي معلومه مضلله بكورونا يعني حسب كل شيء الابحاث العالميه اللي كانت تكون أنها عن هم هم شككوا بنوع المرض الروايه الرسميه دائما كانت لا لا صح لا نوع المرض شككوا فيه يعني ما في كورونا بالعالم تخيل يعني كل اللي ماتوا والعالم كله انخبط وخسارات بالمليارات ويقول لك لا هذول بيضحكوا علينا ما في عندنا كورونا يعني احنا انا بطلب يعني بوجه لما اخذ المعلومه من الجهر المخوله فيها، اثنين اخذ الوقايه على مستوى الاسره المجتمعيه الفرديه، اخذ فيها نفس يعني استخدام طاردات الناموس، لتغطية اكبر جزء من الماء، اذا في مستنقعات مائيه، مياه راكده، ردمها او تجفيفها، تسكير الخزانات المياه، يعني هي البعوض الكيولكس البعوض المنزلي بيجي بالمياه العذبة والمياه المستنقعات ومياه المجاري بكل أنواع المياه يعني مش شرط أنه يجي بس على المياه يعني اللي بيسموها كل المياه العادية يعني كل م. مياه العادية طبعا كل أنواع المياه فشان هيك الخزانات تجفيف تجمعات المياه حكينا عنها استخدام الشبك انه بحمايه انه يدخل بعوض للمنزل او الحشرات او النواقل واخذ المعلومات اكد على المره الثالثه من الجهه الرسميه من الجهه الرسميه وهذا اهم شيء بالمناسبه الجهه الرسميه هي يعني وبرجع يعني احنا اسوة لأي اختصاص بالنهايه هو صعب اختصاص نعم لو سجلنا بالنهاية. لو سجلت المملكه الاردنيه يعني وزاره الصحه حالات وكل يعني احنا وظيفتنا ان نقي من المرض الوقايه من تسجيل اي حاله بالمرض قدر الامكان وسجلنا يعني يعني كل دول العالم سجلت اغلب دول العالم بتسجل اصابات بالمرض احنا صحيح. وظيفتنا صحيح. انه كوزاره الصحه والجهات المعنيه مع وزاره الصحه العمل التشاركي نساوي وقايه قدر الامكان من تسجيل اي حاله صحيح. صحيح. وهذا ان شاء الله انه يكون يتكلل سيدي. بالنجاح مع جميع شاء الله الجهات كل المعنيه كل شكر الدكتور ايمن المقابله مدير اداره الاوبئه في وزاره الصحه كل شكر يا سيدي شكرا جزيلا شكرا. يعطيك العافيه اذا راح نروح لفاصل وبعد الفاصل نلتقي ابقوا معنا